السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام. اش هذا الخير هذا؟ اليوم اخويا لي كاسك عاوتاني كيما ديما. اليوم جات واحد لا مارك صراحه ماركه واعره بزاف ظهراتنا، ماركه موتو ديزاين، كاسك واعر ايه دوبل فيزير يا اخويا، كاسك ناضي يا اخويا، حاجه زوينه، ماركه ناضيه مليح مليح صراحه. موتو ديزاين ديجا ظهراتنا في لي توب كيز ولي غون. اليوم الكاسك، الكاسك ناضي كيتحل كيتنقى كامل كيما ديما، كلشي ناضي فيه، كاسك واعر وبثمن جد مناسب وفي لي كولور واعرين بزاف صراحه. ما عمري ما شفت الثمن هذا في كاسك بحال هذا الكاليتي هذا. ها هو خويا كاسك مليح، ديزاين واعر، دوبل فيزير، ها هو كيما كتشوفوا اللون، فيه هذا اللون هذا لون عسكري خضر، فيه لاطاي ال بوحده هي اللي فيه، كاين نوار بريو، ها هو نوار بريو، فيه الاكس ال، فيه الميديوم، وفيه اللارج. لي كاسك واعرين بزاف. وغادي ندوزو اللون الجديد الجريناردو، احسن لون صراحه كيعجبني انايا بعدا، لون واعر فيه لاطاي ال بوحده هي اللي فيه في الجريناردو، واعر دوبل فيزيير ناضي، كاسك مليح. جا اليوم اخويا كينغ نوار مات، جا فيه لارج، جا فيه كما كتشوفوا معنا الميديوم، وجا فيه الاكس لارج، الاكس لارج هو كاين هادو في النوار مات، وجا في هذا اللون هذا بلو مات، لون واعر فيه توا غير اللارج، البلو مات والجري والخضر فيهم غير اللارج، هما اللي فيهم طاي ستوندار، حاجه زوينه كاليتي، كاسك واعر صراحه عجبني انايا، والثمن ديالو حتى هو ثمن واعر بزاف، ثمن زوين بالنسبه لهاد المواصفات اللي فيه، كاسك اومولوغي، كاسك شي حاجه ناضيه، الثمن ديالو كما ديما ثمن زوين 449 درهم، 449 درهم. مرحبا بالجميع، كيف ما ديما الثمن الشينوا في المغرب، مرحبا بكم.